التوجيه الجامعي ونشر الدليل الجديد للتوجيه الجامعي. أول حاجة بقولها لي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المعلومات والاتصال استكملت الاستعدادات لتوجيه جميع الناجحين في البكالوريا مهما كان العدد بتاعهم حسب المقاييس التالية. أولاً النتائج المتحصل عليها في امتحان البكالوريا حسب الترتيب التفاضلي للناجحين وصنف البكالوريا. ثانياً طاقة الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي حسب التخصصات والمسالك. ثالثاً رغبة الناجحين المدونة في بطاقات الاختيارات والمرتبة حسب الأولوية. هذوما ثلاثة المقاييس اللي باش يصير على أساسها التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا. الاستعدادات في الموضوع هذا بدأت من شهر جانفي 2014، وأنا كنت اجتمعت باللجنة المختصة بالأمر هذا منذ الوقت هذاك، وقمنا بعدة تصورات حسب التوقعات للنجاح في البكالوريا التي قدمتها لنا وزارة التربية، وكذلك بالتعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية من جامعات ودواوين خدمات جامعية وإدارات مركزية بالوزارة ولجان قطاعية، انكبت على دراسة عروض التكوين الجديدة وتأهيل الإجازات الموجودة. مش حدثتكم بعد على شنو عروض التكوين الجديدة والأحداثات اللي صارت في مؤسسات التعليم العالي العمومية. اليوم تكتمل هذه الاستعداد، هذا الاستعداد بصدور دليل التوجيه الجامعي الجديد اللي هو قدامكم، وأيضا تحيين موقع التوجيه الجامعي على شبكة الإنترنت اللي هو موجود في عنوان www.orientation.tn. الدليل يحتوي لسنة 2014 على قائمة الشعب والتخصصات وطاقة الاستيعاب حسب نوع البكالوريا، إضافة إلى معلومات أخرى اللي هي إجراءات التوجيه وإعادة التوجيه. ثانيا رزنامة عمليات التوجيه لسنة 2014، التواريخ اللي لازم تكون ناجح خلا في بال، الخدمات الجامعية. رابعا لمحة حول نظام أمد والتسجيل بالمؤسسات الجامعية. خامسا التعليم العالي العسكري. وأخيرا عروض التكوين المهني في مستوى مؤهل تقني سامي تكنيسيان سوبريور. هذه من الحاجات الجديدة السنة اللي احنا ادمجنا في الدليل التوجيه الجامعي التكوين المهني في مستوى مؤهل تقني سامي. هذا بالتشاور والتنسيق مع وزارة التشغيل والتكوين المهني. ما فماش اوراق باش تعمر وتتعطى وكل شيء. كل شيء باش يصير حصريا عبر موقع www.orientation.tr. كما قلت لكم تم تحيين الموقع التوجيه الجامعي الذي يمكن خاصة من إصلاح المعطيات الشخصية للمترشح، ويجب ندخل على السيت ويصلح ساعات فما غلطة في الاسم في البرينو ساعات في معطيات شخصية، ويجب هو يدخل على باش يعبر الاختيار الاختيارات بتاعه لا كري دي شوا باش تصير بعد التعليقها رقميا على موقع الويب، يتعرف على النتائج نتاعو، النتائج المفصلة، تولي ديتاي دي ريزولتا، وأيضا يجب ياخذ معلومات ومعطيات حول دواوين الخدمات الجامعية، باش نقوموا بأيام إعلامية، دي جورني دافورماسيون، على كامل تراب الجمهورية، الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي ستنطلق يوم 7 جويلية. إلى غاية يوم 12 جويلية، وباش تكون
في مدينة العلوم بتونس من غرة تجويدية إلى ثلاثة جويدية. الموضوع هذا دورة المتفوقين تخص اللي عندهم بكالوريا شعبة رياضيات أو تقنية، اللي عندهم معدل 16/20 فما فوق، واللي سن متاحهم ما يتجاوزش 20 سنة في غرة أكتوبر 2014. هذا هو اللي نسميهم اللوغيا. كارت الاستيعاب في المعاهد اللي فكرتها هي كالتالي: المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بالمرسى 90 مقعد، الأقسام التحضيرية بفرنسا 20 مقعد، الجامعات الألمانية 20 مقعد. مؤسسات الجامعية الجديدة، تم إحداث 4 مؤسسات جامعية جديدة ستستقبل 2 منها الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا 2014، وستؤمن مؤسستان جامعتان الدراسة في مرحلة تكوين المهندسين. المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال ببرج السدرية، في المعهد العالي هذا عندنا إجازة أساسية في علوم الإعلامية وإجازة تطبيقية في الإعلامية الصناعية لافورماتيك اندستريال. المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان. احنا ما بدلناش معناتها المقاييس والمعايير، احنا قلنا المجموعة هذيا يلزم نهتموا بهم ونخرجوهم. هي تقول توجيه خاص بالمتفوقين في دورة أولى تهمهم هما قبل أن تعتدوا مثلا بقية المترشحين.